من نافذة السياسة ينطلق مهرجان سينما المرأة الدولي في مدينة سلا بتكريم لسيدة أسست منظمة اسمها المكنسة الطائرة لتناضل من أجل حقوق المرأة عبر الفن السابع. منظمة نسائية وندافع عن حقوق المرأة في تركيا ونستعمل لغة السينما كوسيلة في هذه المعركة التي نواصل القيام بها. استطاع أن يستقطب حوله أهم المخرجات العربيات والعالميات، وهذه الدورة تؤكد ما أقول، فألمع نجوم الشاشة الفضية النسائية متواجدات، بل أكثر من ذلك المهرجان انفتح على سينمات اهتمت دائما بالمرأة. الأفلام المتبارية تعالج في غالبيتها قضايا من عالم النساء، والمهرجان يفتح نوافذ على تجارب سينمائية إفريقية ويقدم ورشات في السيناريو ويكشف عن كتب باللغتين العربية والفرنسية تتحدث عن الفن السابع. حققت النسوة خطوات في السينما ولو صغيرة، والسينما الإفريقية كما العالمية بدأت بالرجال، واليوم نحاول أن تكون لنا مكانة، وكل تنظيم لأي مهرجان نسائي مهم لنا لأنه اعتراف بنا. المهرجان يحاول قراءة واقع المرأة، ففي هذه الدورة أفلام تتحدث عن المراهقات، وهذا سيمكننا من إظهار أن المرأة متعددة ويمكنها تحقيق أشياء في السينما اليوم. في ليلة الافتتاح فيلم عين النساء، قصة فتيات يمشين على الأقدام طويلا لجلب الماء إلى القرية. عادل الزبيري، العربية، مدينة سلا، قرب الرباط.